تخونني الكلمات أكاد أفقد وعي. لا خليك جامد يا ولا. منال سلامة. شكرا شكرا جدا. أول شيء دابا قبل ما ندخلوا في هذا الحوار الجميل معاك للحظة لأنه عرفت أن كاين بزاف ديال الأشياء اللي تعملوها اليوم في هذا المعرض. أول شيء كنرحب بك في المغرب. مرسي مرحب بكم. مرحبا بك. ماشي أول مرة كتجي المغرب منال؟ لا أنا دي ثالث مرة. ثالث مرة. أول مرة كنت جيت في أشارك بمسرحية بمثل فيها مسرحية من يخاف فرجينيا وولف للكاتب أمريكاني وإخراج الأستاذ دكتور سناء شافع المخرج والممثل، ومسرح المهرجان فاز المسرحي الدولي وكان بيشارك في المهرجان مسرحيات من أكتر من دولة عربية وأوروبية، والحمد لله حصلت في المغرب على جائزة أحسن ممثلة في المهرجان ده، وسعيدة جدا جدا بالجائزة دي. وعشان كده ليه ذكريات في المغرب، فأي دعوة بتتم دعوتي فيها للمغرب الشقيق بلبيها فورا. وكمان جيت اتكرمت في تطوان في مهرجان مسرحي آخر. دابا انت ملي كتجي المغرب أول شيء كتفكري فيه واش كتفكري في اللبس المغربي؟ المأكل في الطاجين المغربي. أو لا الطاجين والبستيلة بحبهم جدا جدا جدا. جيبوا لها بستيلة عفاكم أرجوكم، والزيتون بتاعكم يجنن بتملحوه حلو قوي قوي. احنا كل شيء عندنا احنا ملح، انتوا كلكم حلوين.